زي ما عودناكم ان صباح الخير يا مصر ربما بيحتفل احتفال خاص على مرور عدد كبير من السنوات على ثورة الثلاثين من يونيو. موضوعنا النهاردة اللي خصصناه في حلقتنا هو الدبلوماسية المصرية، هو علاقات مصر الخارجية اللي تطورت بشكل كبير جدا بعد ثورة الثلاثين من يونيو. علاقتنا تفاعلت بشكل واضح على المستوى الرئاسي في كل القضايا الإقليمية وفي كل القضايا الدولية. قدرت الدولة المصرية إنها تستعيد بجدارة مكانتها الدولية مرة تانية. قدرت مصر إنها تعزز ثقلها الإقليمي والدولي كدولة فاعلة ورئيسية. شفنا بشكل كبير التفاعلات المصرية، شفنا قوة الصوت المصري في الإقليم وفي تأثيره في جامعة الدول العربية، في الاتحاد الإفريقي، في قمة الكوميسا، وشفنا أيضا في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. الدولة المصرية التزمت بمبادئ ثابتة بتقوم على الاحترام المتبادل، وتقوم على المصلحة المشتركة، وتقوم أيضا على البناء والتنمية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. ربما ده كان الخط الثابت والرئيسي في السياسة الخارجية المصرية. بالضبط كده، السياسة الخارجية المصرية كانت نشيطة جدا في مرحلة ما بعد 30 يونيو في العديد من الدوائر. لو هنتكلم عن المنطقة العربية مثلا بكل تفاعلاتها، هنشوف تسوية الأزمة الليبية، دعم الشرعية في اليمن، الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، تنمية العلاقات في العراق، وطبعا طبعا الدعم التاريخي والأبدي والمتواصل للقضية الفلسطينية. طبعا الدور المصري في القضية الفلسطينية ما حدش يقدر ينكره، وخصوصا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وفي التوسط من أجل عدد كبير من القضايا. مصر أيضا قدرت أن هي تستعيد التوازن في علاقتها مع القوى الكبرى. إحنا شفنا استمرار العلاقة بشكل واضح وصريح مع الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا أيضا في الوقت ذاته فتح أفاق جديدة للتعاون مع قوى كبرى زي روسيا، زي الصين، زي الاتحاد الأوروبي. الكلام ده ما كانش موجود، يمكن علشان كده السياسة المتوازنة قدرت مصر بيها أن هي تحصل على مقعد غير دائم في مجلس الأمن. قدرت أيضا مصر أن هي تترأس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، وده كان تطور نوعي وغير مسبوق للسياسة الخارجية المصرية. مصر عامة عندها توازن في علاقاتها بسبب أن هي مرتبطة بشراكات عديدة وبعلاقات عديدة مع الدول، والحمد لله مصر من الدول اللي علاقاتها كويسة مع كل الدول. صحيح. عشان ما بتاخدش موقف من حد ضد حد في السياسات الخارجية. ففي توازن في الموقف الدبلوماسي المصري، ودي من أهم الحاجات فعلا يا مصطفى. وطبعا خلينا نتكلم عن يمكن الملف اللي كان الأبرز على طاولة الدبلوماسية المصرية، وهو الملف الأفريقي. كان على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية. القاهرة كان ليها دور كبير ومهم جدا في دعم التعاون المشترك ما بين دول القارة السمراء على كافة الأصعدة السياسية، الاقتصادية، التجارية والاستثمارية. يمكن الجولة الأخيرة طبعا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الجنوب الأفريقي بتعكس الأولوية القصوى اللي أولتها القيادة السياسية لمصر للسياسة الخارجية المصرية تجاه القارة السمراء، وأهمية البعد الأفريقي لمصر لاستعادة انتمائها الأصيل والاعتزاز بهويتها الأفريقية. الدولة المصرية في الحقيقة بتعمل دائما وأبدا على تهدئة أي صراعات من الممكن حدوثها وإيجاد الحلول البديلة. صحيح. الدبلوماسية ليها، ويمكن إحنا بنشوف ده دايما في أولويات السياسة المصرية، بنشوف ده دايما في حلول المشاكل التي ربما تواجه الدولة المصرية، العمل على الحماية المصرية بالدبلوماسية. إحنا دايما بنحب نشوف كنا فين وبقينا فين بعد 30 يوليو، عشان كده النهاردة إحنا معانا فقرة بنتكلم فيها عن الدبلوماسية المصرية من بعد 30 يونيو. هنتكلم بالتفصيل عن الأحداث وماذا حدث في الدبلوماسية المصرية في صباح الخير يا مصر في الحلقة النهاردة. أهلا بكم في حلقة جديدة، ونصبح عليكم. صباح الفل عليكم.